وفي لقاء آخر حقق رائد القبة الأهم بعد فوزه الصعب أمام ضيفه شباب عينت موشنت بهدف دون رد لحسب الجولة السابعة من بطولة القسم الثاني. هدف اللقاء الوحيد سجله سيد علي يحيى الشريف في آخر أنفاس اللقاء، فيما عجز الضيوف عن التعديل بالرغم من الفرص الضائعة. التغطية لمحمد نجيب هنان. قلنا صوت لي سات ماتش هادو ما هادي لاميريكيب، حنا قلنا اللاعبين تاعنا بلي ما نتقلقوش، نقدروا نسجلوا في الدقيقه الاولى كيما نقدروا نسجلوا في الدقيقه الاخرى كيما كان الحال. سجلنا في خمس دقائق الاخرى تاع الماتش، الحمد لله هذا الفوز هذايا نقول لك هذا اللي راح يخلينا لي بروشان جورني راح نخدموا باريحيه. حنا اليوم ما كناش بالوجه الحقيقي تاعنا باسكو نظن تعبوا، ما كناش بيان كيما لي ماتش اللي فاتوا. نظن احنا يا ليسونسيال كان نخليو لي 3 بوين هنا في القبه. عملنا الماتش سكيلفو فير، كنا واقفين بالقدا في التيران، معناتها لو ماتش كان ماشي الاكثر للنيل باش نقول لك معناتها احنا نربحوه ولا لا، كان ماشي اكثر في النيل. بون سير ان كونتر اتاك تقصت من اليمين نتاعنا، تقصت كونتر اتاك جوزنا كيما نقولوا درنا دي زاكسيون دوفون لي بوت. دوزيام ايطون عاود ولينا لور كان ما كانش في صالحنا، وش حنقول لك من القدام ان شاء الله نزيدوا نحسنوا المستوى تاعنا باش نكونوا عند حسن الظن الجميع ان شاء الله.